متر 20 يريد 250، هو ليش استثمار؟ جاي يكون نفسه براسنا؟ كلا كلا للاستثمار، كلا كلا للاستثمار، كلا كلا للاستثمار، كلا كلا للاستثمار، كلا كلا للاستثمار. احنا من 96 هنا، ترى احنا لا مأجرين بسطة من احد ولا جاي من احد، احنا بشخصيتنا نفسنا موجودين. اللي يقول هذا مأجر بسطة خليه يجي يواجهني. واحنا ثاني شيء ترى مستثمر ما نريد، ايجار ما نريد، ما نعرف. جاينا واحد يقول جايب كتاب من بغداد. يا رئيس وزراء انت تعطي كتاب للشارع مستثمر؟ يا رئيس وزراء ابني لي مستشفى بالموصل، ابني لي عمارة بالموصل، ابني لي شارع بالموصل. يريد لي ايجار 500,000 بالشهر، 500,000 ايجار. زين انا 500,000 ايجار البسطه خلي يجيبه ب 300 ياخذ من عندي. انا عندي بسطه مالي شخصي ومسجله بالبلديه، اروح وياه بالبلديه، اسمي مسجله، خوش اطلع وياه على القطاع واسمي مسجل بالبلديه. زين ادفع 500,000 للبسطه، زين هل يا ترى ايش اخذ على بيتي؟ انا قاعد ايجار بالبيت، وانا عندي مريض بالبيت، وانا عندي مولده بالبيت. وهذا الركود، يعني ركود، يعني ماكو خير. ما بينا ما يبيع له ب 50,000 60,000 مليون مغرب. انا ادفع 500,000 بالشهر. احنا بالنسبه لنا اهل بسطات، اهل بسطات سوق النبي، وهذا السوق سوق شعبي. واحنا بالنسبه لنا اقل واحد صار له بال 25 سنه الى 30 سنه موجودين هنا. زين فاحنا معاناتنا بعد كل هاي السنين وكل هذا الوجود الموجودين هنا صار عندنا معاناه، بانه جانا شخص مستثمر يريد يستثمر سوق النبي. الاستثمار يكون ما يكون بسوق النبي، الاستثمار يكون في بناء فندق، بناء مدارس، استثمار أهلية، بناء عمارات، بناء شقق سكنية. هذا الاستثمار احنا اللي نعرفه. ماكو استثمار بسطات وبسوق شعبي يجي يستثمر، ماكو شيء. اللي بلغنا اللي اول بالبداية هو المستثمر الجا يبلغنا يقول لنا البسطة 250,000 الوحدة المتر 20، البسطتين يعني بالشهر البسطة الوحدة 250,000. احنا الشيء اللي نريده ونطالب به بصورة عامة وصحيحة بإلغاء هذا القرار، قرار الاستثمار. نحن نطالب من سيد المحافظ، من قائم مقام مدير بلدية، بإلغاء موضوع الاستثمار. احنا ويا قطعنا رجال، ايش يريدون من عندنا الحكومة؟ احنا حاضرين، بس احنا هاي ما شغلة استثمار ما نقبل أبد. احنا جانا واحد مستثمر ما نعرفه، أول مرة نشوفه، قال لنا يعني مستثمر السوق، كل بسطة متر 20 ناخذ منكم 250,000، البسطتين 500,000. احنا من الصبح للمغرب ما نشتغل ب 10,000 دينار. احنا عندنا عوائل يتامى، ناس تضررت بالانفجارات مال داعش، عندنا يتامى، وعندنا يعني ما نقدر يعني ندفع 15,000. احنا الجباية تاخذ من عندنا البسطة 5,000، البسطتين 10,000، يعني ازيد من هذا احنا ما نقدر ندفع. احنا اصحاب البسطات، جانا هذا الرجل المستثمر ويريد بالبسطه ال 120 متر، ال 120 متر 20 سنتيم 250,000 ايجار، او ما اعرف شلون يريد. احنا نعرف الاستثمار مجسرات، فنادق، عماير، مشاريع، مجاري، ما استثمار بسطه. كلهم اصحاب عوائل وفقره وشباب ورجال، كل واحد عمره صار له 40 سنه و 30 سنه هنا بهاي البسطه. احنا المطلوب الغاء الاستثمار. هذا الرجل جاي مستثمر، نطلب الإلغاء هذا الشيء من المحافظ، من كل من لويت بيها، نطلب الإلغاء. ما يصير هذا الشعل، كلنا معزلين اليوم وما راح نفتح. أخويا معاناة متر ياخذ من عندنا 250,000 مال وصف، ما حد يعرف. خلني نسأل الدولة، وين هي الدولة مالتنا؟ ما يجون يساعدون الفقير؟ ما نعرف أي مجهة هذه، ما نعرف منه. خلي يجون يشوف أي مجهة. هسه احنا ننطي ايجار بيوتنا، لو ننطي هسه الحكومه هي تاخذ من عندنا، لو احنا ننطي من عندها. عايريد فلوس من عندنا، وعياخذ البسطات وعياخذ رزقنا. زين هاي العالم وين تروح؟ امة محمد هذه.